أهلا بكم من جديد. قضية لا تخبو إلا وتظهر من جديد، هل أصبحت العنصرية ظاهرة في كرة القدم السعودية؟ وهل الملاعب السعودية وحدها من تعاني من هذه الظاهرة؟ ديما محمد السائح تتتبع الحكاية حول العالم. تذكر كتب التاريخ أن أول دخول للعنصرية إلى ملاعب كرة القدم كان في مونديال 74، الجاني لاعب يوغوسلافي والمجني عليه لاعب من زائر الإفريقية. هذا التمييز العرقي بدأت رائحته تفوح في الملاعب الإنجليزية التي تعتبر مهد الكرة الحديثة، فتأخر إشراك أول لاعب أسود في المنتخب المحلي حتى نهاية السبعينيات. ولعل أحدث وأبرز واقعة كانت للويس سواريز مهاجم ليفربول وتوجيهه عبارات عنصرية ضد إيفرا لاعب مانشستر يونايتد وتعرض أنتوان فرديناند للإساءة من قبل جون تيري الذي جرد فيما بعد بسببها من شارة قيادة منتخب بلاده. في إيطاليا قرر زورو لاعب ميسينا في مباراة فريقه ضد الإنتر أن ينسحب من الملعب بسبب استخدام الجماهير المضادة لأصوات القرود مع كل كرة تلامسها أقدامه. ولا يمكن تجاهل حادثة بواتينغ الشهيرة في مباراة ميلان الودية التي تم إلغاؤها بسبب العنصرية. في 2009 أطلقت جماهير يوفنتوس أغنيات عنصرية ضد ماريو بالوتيلي لاعب الإنتر آنذاك، وفي يورو 2012 حصل الأمر نفسه لماريو عندما استقبله الجمهور بأصوات القردة في لقاء إيطاليا وفرنسا، وعادت الحادثة لتطل برأسها مع بالوتيلي مهاجم ميلان خلال مباراة فريقه مع روما بالدوري المحلي. ملاعب كرة القدم الإسبانية شهدت حوادث مشابهة، أبرزها الإهانة التي تعرض لها الكاميروني إيتو في إحدى المباريات المحلية ونعته بالقرد بخلاف رشقه بالفول السوداني. وفي عام 2004 التقطت مكبرات الصوت كلمات مدرب المنتخب الأول لويس أراغونيس وهو يقول للاعبه خوسيه أنطونيو خلال التدريب بأنه أفضل من ذلك التافه الأسود، قاصدا تيري أونري. هذا الوباء اللعين امتد إلى الملاعب السعودية منذ سنوات، عانى منه نجوم كبار وأندية، والفاعل في كل مرة مختلف والمتضرر واحد يرتدي ألوانا مختلفة، وأصبح ظاهرة في الفترة الأخيرة مع غياب القانون. آخر الحلقات كانت الأسبوع الماضي وانطلقت من مدرج الهلال تجاه لاعبي الاتحاد. الأخير استفز فأصدر بيانا شديد اللهجة، والأول اعترف واعتذر وطالب بالعقاب في بيان صدر البارحة الأولى، والجهة الرسمية لا حراك مثل نظيرتها الدولية التي اكتفت بسن قانون عام 2009 ضمن النظام الأساسي للوائح اللعب النظيف ونبذ العنصرية، وينص على معاقبة مرتكبيه بالطرد أو التعليق من المشاركات سواء أكانوا لاعبين أو جماهير من أجل الحد من تلك الأفعال المسيئة. ديما محمد السائح، العربية. والعنصرية هي ظاهرة اجتماعية ولكنها تتسرب إلى الملاعب أو إلى المسابقات الرياضية. عبر الهاتف يلتحق بنا الآن الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الفوزان، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود المعار إلى جامعة حائل. دكتور عبد الله أهلا بك معنا. أريد أن أسأل أولا دكتور، يعني قبل أن أسألك عن مفهوم العنصرية وأبحر معك، هل تابعت ما يدور في الساحة الرياضية بصفتك يعني باحث اجتماعي؟ اولا يسعد مساك ويسعد جمهور ومشاهدي ومشاهدات قناه العربيه اخوي بتال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. على اي حال، قضيه العنصريه كظاهره اجتماعيه هي واحده من فعلا المشكلات الاجتماعيه حول العالم وليس فقط في المملكة العربية السعودية، وعانت منها المجتمعات البشرية عبر تاريخها الطويل، بل أن وصل الأمر اليوم إلى ما يمكن أن نسميه مشكلة عالمية. حتى الأمم المتحدة تدخلت في هذه القضية باعتبار أنها مهددة للسلم العالمي ومهددة للاستقرار الدولي بشكل أو بآخر. هذا جانب مفهوم العنصرية كما ينظر إليه علم الاجتماع. والله هو طبعا لا شك مفهوم العنصرية يعني الشعور بدونية جماعة أو شخص
أو حتى مجتمع مقابل مجتمع آخر، أو الشعور بالتميز فئة معينة مقابل فئة أخرى في هذا الإطار. فهي تحمل معنى الكراهية، تحمل معنى الكراهية، مع أن الأصل في الرياضة أخوي بتال، الأصل في الرياضة التي قامت من أجلها هي عملية جميل. اللي هو الانصهار الاجتماعي والوحدة والاحترام والصداقة جميل. والتسامح. هذه الأهداف النبيلة. دكتور دكتور، عندما تردد مدرجات اسم نيجيريا نيجيريا، هل لذلك مدلولات عنصرية؟ بطبيعة الحال، لأنه هنا المدلول رمزي وليس مباشر، فلذلك نحن نعرف في علم الاجتماع الدلالات الرمزية للمصطلح، فبالتالي هي لا شك تحمل في طياتها مع مدلول عنصري قائم على أساس اللون. جميل. طيب، عندما يردد جنس وحيان. نعم، عندما يردد مدرج الآخر اسم نيفيا، يعني وانت تعرف ماذا يعني، هل هي عنصرية؟ كما شاء أي مصطلح أخوي بتال يحمل دلالات سلبية، سواء ألفاظ نابية أو كلمات مسيئة أو حتى حرمان من الحقوق، تدخل في باب العنصرية. فعندما يقول الطرف الآخر عن النيفية فلها مدلول الميوعة. مدلول الميوعة بهذا الإطار، فلذلك ليس لها علاقة بالشعار بقدر ما تحمل مضمون سلبي، فلذلك العنصرية تتضمن المفردة السلبية والتي قد لا تكون مباشرة ولكنها تكون رمزية. نعم، إذن كل الكلمتين يمكن تصنيفها في علم الاجتماع يعني تحت مظلة العنصرية؟ نعم، بطبيعة الحال في المدلول الرمزي نعم، صحيح أنها غير مباشرة كلا الكلمتين، ولكنها في المدلول الرمزي نعم تدخل ضمن ما يسمى العنصرية من الفريقين. نعم، كيف يمكن محاربة العنصرية في الرياضة السعودية؟ محاربتها بطبيعة الحال أولا بنشر الوعي ومفهوم الرياضة بأنه مفهوم إنساني يحمل معنى إنساني نبيل، وبالتالي تحقيق الوحدة والانسجام، لأنه الرياضة الوحيدة هي التي تجمع ناس مختلفين في اللون وفي الجنسية وفي الديانة. جميل. وفي المذهب. ونعم، هذا جانب نشر الوعي. ثم بعد ذلك لابد من عمل جبار في عملية دمج الأطفال من ألوان مختلفة. جميل. مع بعضهم البعض حتى نقضي على مثل هذه التوجهات منذ الصغر. جميل، شكرا. تثقيف الأسر وأولياء الأمور يا أخ بتال. نعم. تثقيف الأسر وأولياء الأمور، لأنهم هم من يؤسس لمثل هذه العنصرية بالتعليقات التي قد تحدث. جميل. تجاه فئات أو أندية أو غيره. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا دكتور عبد الله محمد الفوزان، أستاذ علم الاجتماع. في كل مرة يخرجون على يد الاتحاد، هذا العام قال الهلاليون في أنفسهم هذه هي الفرصة المناسبة لنتأهل على حسابهم. النمور الصغيرة قالت ياهو نحن هنا. لقطة ختام وألقاكم. عينك عليهم تلاحقهم تناظرهم ياهو، صحصح شوي ترى نحن هنا، ليكون بس مو عاجبينك ولا يعني مو عاجبينك اشوف بالك مو لنا. عينك عليهم تلاحقهم تناظرهم ياهو، صحصح شوي ترى نحن هنا، ليكون بس مو عاجبينك